ثنائي ليس كباقي الثنائيات الغنائية، إنه ثنائي أساطير الغناء والموسيقى في كوبا. أمارا بورتوندو التي يطلقون عليها اسم صوت كوبا وأعظم مغنياتها، اختارت وهي في 81 من عمرها أن تتعاون مع عازف البيانو الكوبي الشهير تشوتشو فالديز من أجل إطلاق ألبوم غنائي جديد. الكوبيون من أصلين، إسباني وأفريقي. العنصر الأفريقي مهم جدا وأنا أحبه كثيرا، والأغاني الرومانسية التي اخترناها هي لكتاب عرفناهم منذ زمن بعيد، ونعتقد أن هناك الكثير منها نستطيع غناءها، لكن الآن تلك هي الأغاني التي اخترناها. أسطورة عزف البيانو في كوبا وصوت كوبا يعملان جنبا إلى جنب الآن، بعد أن عرفا بعضيهما منذ زمن طويل وكانا متأكدين من أنهما سيعملان سويا يوما ما. كامرأة إنها شخص رائع تستطيع الوثوق به عندما تعمل معه، وكذلك إنها من يستطيع فالديز الوثوق به لإحياء الأغاني الكوبية الناجحة، فصوتها الفريد لم يخسر إحساسه مع مرور السنين رغم أن أمارة تحاول التقليل من أهميته. هذا صوتي، وهو كالكثير من الأصوات التي هي أيضا أصوات لكوبا. كوبا تزخر بالموسيقيين الشباب والموهوبين، وكثيرون منهم يتساءلون لما يستمر النجوم الكبار بخطف الأضواء منهم حتى وهم في سن 90. أما تشوتشو البالغ 70 عاما فشاب بالنسبة لفنانين غيره. نحن دائمو الشباب لأن الموسيقى لا تكبر، وحقيقة أننا ما زلنا نخطو إلى الأمام تظهر أن جيلنا قوي جدا. وطالما أنهم يملكون القوة والعزيمة الكافيتين للاستمرار، هؤلاء الكبار لن يترددوا في تقديم إبداعات جديدة. وأمام أمارا وتشوتشو جولة فنية تشمل عروضا على مسارح أوروبية، إضافة إلى تقديم أعمال من فترة بوانا فيستا سوشيال كلوب.